رئيس الكونفدرالية الحرة للعمال الأكاديين إبراهيم بن سعيد جلسة عمل مع نواب الكونفدرالية جمعية عمومية بمقر الخلية الدائمة لمتابعة القطاع الريفي. عبد الله هارون والمزيد. من أجل صحة المواطنين ومحاربة اللحوم المحرمة والذبح الغير شرعي، جاءت هذه الجمعية الأمومية التي عقدتها الكونفدرالية الحرة للعمال الكاديين للإعلان عن انضمام الفدرالية الوطنية للجزارين وفروعها العاملة بمختلف أقاليم البلاد. وفي هذا السياق تحدث الرئيس الكونفدرالية الحرة للعمال الكاديين عن أهمية الجمعية الأمومية. وسأكون فقرة قد تبني لكم أسرة أبطوار الرئيس أمس كان شاف شغل الزين والناس ده وزوا كفهم عشان بلاد دام شغل ده يهلو كنتو عشان تستروا فوقا ولو كان يبنوا هنا ده عشان لاحظوا هنا تسولة تودوا هنا تودوا كونغو تودوا كابون. كما أوضح رئيس الفدرالية الوطنية للجزارين إن هذه الفدرالية أسست لتنمية العمل الوطني والحفاظ على حقوق العمال من أجل سير العمل بطريقة جيدة والسعي إلى خلق فرص كفيلة لتحسين حياة المواطنين. أننا ماشيين فوق ندورو ترانسفور هنا لهم والجن هنا لهم كان ندورو في بوشيري ندورو فوق فرماشو هنا بوشي نادلو يزوكاك يزو ساقاكيل كله كي يعدلو فوق يبقى يعدل كان ندورو. علما بأن الكونفدرالية الحرة للعمال الكاديين ستنظم دورات تدريبية لعمال الجزارة في شتى فروعها الفدرالية التابعة لها في العاصمة وبعض أقاليم البلاد حول النضال النقابي والحوار في مجال المطالبة والقيام بالواجبات. قدم رئيس قسم الجغرافيا بجامعة الملك فيصل دكتور أمين إسماعيل بركة محاضرة حول التنمية الزراعية في البيئات شبه الجافة في منطقة بحيرة تشاد. عبد الله هارون والمزيد. ضمن سلسلة نشاطات الاتحاد العام لمؤسسات دعم اللغة العربية في تشاد عبر منبر واحة الفكر والإبداع وتعزيز ثقافة الحوار، جاءت هذه المحاضرة التي قدمها الدكتور أمين إسماعيل بركة رئيس قسم جغرافيا بجامعة الملك فيصل تحت شعار محددات التنمية الزراعية في البيئات شبه الجافة في منطقة بحيرة تشاد. هذا وفي بداية المحاضرة تناول المحاضر أهمية الزراعة والتي تعتبر الركيزة الأساسية لسد هاجيات السكان في تأمين الأمن الغذائي ودور إسهامها في الاقتصاد الوطني، ساردا مجمل الأسباب والأوائق التي تقف أمام تطور وتنمية الزراعة في تشاد. تعتبر الزراعة من الحرف التي بنيت عليها الحضارة الإنسانية وأول ثورة في حياة الإنسان على مدى التاريخ البشري الطويل، وهي كنشاط بشري استأثرت بالغالبية العظمى من بني الإنسان حيث يعتمد عليها ما يتراوح بين نصف وثلث سكان العالم. وتشاد مثلها مثل دول العالم النامية التي تعتمد على الزراعة حيث يعمل بها أكثر من 60% من السكان، كما تساهم الزراعة إسهاما كبيرا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح بأنه على الرغم من كل هذه المشكلات إلا أن هناك عدم استغلال المياه الجوفية وذلك عبر بناء السدود للاستفادة من مياه الأنهار والبحيرات. لابد من حل إشكالية مسألة الطرق ووسائل النقل، تغيير نمط الري المعتمد على الأمطار فقط، بل لابد من دعم هذه العملية بري اصطناعي. لابد من تثقيف المزارعين بأهمية استخدام الأسمدة والمبيدات العشرية للعمليات الزراعية. وعلى هامش المحاضرة تداخل الحاضرون بطرح أسئلة واستفسارات حول هذا الموضوع وكذا المشكلات التي يعاني منها المزارعين وتنظيم الرعي الجاعر وعدم وجود المرشدين الزراعيين. كل هذه الأسئلة رد عليها المحاضر الدكتور إسماعيل بركة مستدلا بالأسباب والحلول المناسبة لتنمية الزراعة.